لو الحكاية فيها إن فيجو. نروح بعد كده لبرج الدلو. برج الدلو النهاردة عندهم فرصة هايلة للتطور، القمر طبعا في برجهم من أول اليوم لآخر اليوم، فعندهم فرصة هايلة إن هم يطوروا نفسهم ويحققوا تميز، وهم دايما عندهم قدرة على التميز مواليد الدلو، والنهاردة يوم مناسب جدا إن هم يثبتوا نفسهم ويحققوا التميز ده.